وسهلا بيكي وحلقة جديدة من أول طلة في صالون نيرفانا. النهاردة الحلقة متميزة جدا وغريبة جدا، ومعانا الدكتور أحمد جبر، دكتور استشاري. أهلا بيكي يا اهلا دكتور، وسهلا بيك منور يا فندم، الحلقة. بنورك والله. قبل ما نبدأ الحلقة هنتكلم في موضوع هز مصر كلها، موضوع يوجع القلب، موضوع الدكتورة. طبعا الموضوع ده تعبنا نفسيا جدا، صح يا دكتور؟ طبعا يعني حاجة احنا مش كنا متوقعينها من المصريين ابدا. المصريين معروفين بالشهامة أهل وبالرجولة الكرم. وبالمجدعة وبكل الامور اللي العالم بنفتخر بيها قدام العالم كله، فكان رد فعل احنا استعجبنا بيه على رواد السوشيال ميديا والناس اللي قاعدة في البيوت تمام. لما شفنا المنظر ده. بصراحة حاجة محزنة، بس اكيد بيبقى دايما في انفعال اي طائفة من الامور دي بيبقى سببها 2 3 4، والناس بتثور حوله وبيكونوا في بعض الاحيان مش منتبهين للامر اللي هم سايرين عليه سواء خطأ او صح. فطبعا كان شيء محزن، ونسأل الله العظيم يا رب ان يجعلها من الشهداء يا رب في عملها الوطني اللي كانت بتسعى فيه، هي شهيدة وهي أصلا. ومثلها من الدكاترة ربنا يبارك فيهم يا رب، واللي بيسعوا في هذا العلاج من فيروس كورونا يا رب يعافينا منه بإذن الله. يا دكتور، إكرام الميت دفنه، والدهقلية معروفة بالكرم والجدعنة، أسلوب غريب. حاجة أنا ما كنتش متوقعة، أنا انصدمت لما هم بيرجعوا عربية الأسعاف. إيه المنظر ده؟ معقول إحنا ما وصل بينا اتدفنتش الحال إلا بالقنابل إن هي المسيلة. تتعلق بين قريتين؟ تمام. حاجة كانت حاجة محزنة. وشايف اللي كان بيتكلم في الفيديو أصلا بنت مستشار، إيه اللي دخل المستشار أو بنت أيا كان هي مين؟ تمام. المهم إحنا معانا ميت دلوقتي، ومش ميتة عادية، ده ميتة بتسعى إنها كانت بتحارب الفيروس دوت عشان خضر معاليك تكون قاعد في بيتك مطمن أنت وأسرتك وأولادك. تمام. فرد الفعل كان محزن بصراحة، وأنا أعقب عليه إن فعلا ربنا يعافينا من الفترة اللي إحنا فيها دي ونطلع منها على خير. هي شهيدة عند ربنا. ربنا يا رب. الحلقة النهاردة غريبة، غريبة جدا، بس في كل بيت مشكلة، في كل بيت هي الدجل، مشكلة في كل بيت الروحانيات، مشكلة في كل بيت النصب، في يحصل حاجة مشكلة مع زوجة وزوجته ويجروا على الدجالين، يحصل حلم غريب، كوابيس، تحد عامل لك عمل، يحصل مشكلة، شعر يتساقط، جسم تعبان، برضو نجري على الدجال. ايه الموضوع ده يا دكتور؟ طيب انا اولا قبل ما اتكلم مع الساده المشاهدين انا حبيت اوضح ان انا طلعت مع صاحب حضرتك حملة النهارده. اولا انا صاحب حمله تنظيف تنظيف المقابر المقابر من الاعمال والسحر حوالين والشعوذه العالم. حول العالم، وحبيت ان انا اطلع معاكي في البرنامج دوت عشان المتابعين لحضرتك اكثرهم البنات طبعا طبع الجمال والميك اب والحاجات ديت، فانا اضطريت ان انا لازم اطلع البرنامج ده مع حضرتك عشان فعلا عايزين نوصل رساله زي ما انت قلتي، انا عايز اوصل رساله اقدر افيد بيها البنات. فطبعا اخترنا المنبر دوت ان احنا نقدر نوصل بيه للبنات. الموضوع انتشر في الفتره الاونه الاخيره، هو منتشر منذ قديم بس الازل، انتشر بسرعه فظيعه الفتره دي، انتشر بشكل كبير قوي. تمام. تمام. وانا هرجع سببه اولا ديني، بسبب ان الناس بعدت عن ربنا، فبدا الامور تجري ورا الدجل والشعوذه، غير ان الناس بتحب الامور الغامضه. فلما بدا يظهر سحر والشباب اللي بيطلعوا السوشيال ميديا ويعملوا حركات ويطلعوا حاجات ويخفوا حاجات، دي كلها حاجات غامضه لبعض الناس، فالناس بتحب الغموض. فمن ضمن الغموض اعمال السحر والشعوذه والدجل، فبدات الناس تاخد فيها بشكل واسع. بدات البنات تشتكي من تساقط الشعر بتاعها بدون سبب طبي، تجري الدكاتره وتجري هنا وهنا، مفيش اي سبب طبي، وبيكون سببها مس او نظره عين او سببها ان هي مش حصنت نفسها كويس. الحسد طبعا دي نقطة مهمة يا دكتور. الحسد هو ليه تأثير كبير جدا، الناس كلها بتغفل عنه بسبب اللي كل واحدة يحصل لها مشكلة مع زوجها، أو يحصل إن هو زوجها مش قابلها أو هي مش قابلة زوجها أو حياتهم باظت. بيكون نظرة عين، هي بتفتكر إن ده سحر. يا جماعة العين حق، أكثر ما يموت من أمتي من العين. فالناس هنا مش منتبهة للحسد خالص، ولا بيعملوا التحصين اللازم ليهم يوميا. احنا لينا تحصين يومي، فين احنا منه؟ ما بنعملوش، ونيجي بعد كده نشتكي نقول احنا ليه حياتنا باظت، ليه حياتنا اتدمرت، ليه حياتنا اتشوهت. مجرد ما نزلت صوره ليها وهي جميله ما شاء الله على السوشيال ميديا، فجاه تساقط الشعر، بدا يظهر حبوب في وشها، بدا يظهر علامات في جسمها، خرابيش بدا يحصل لها، عزك والله نزيف. ليه دخلت في الامور دي؟ خدت عين. الموضوع بعيد عن السحر طبعا طبعا. فالعين مدمره. احنا مش بنقول ما تظهرش على السوشيال ميديا، ما بنقولش اركب عربيه، ما بنقولش ابني بيت، لا اعمل كل ده، بس حصن نفسك قد ما تقدر. تداري داري، ولكن اللي مش تقدر تداريه حصني نفسك بيه.
قبل النوم ايه الكرسي والفلق والناس، وانفس في ايدي 3 مرات وامسح على جسمي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ادانا العلاج اليومي. قال يومي، اسمه حصن يومي، ما قالش كل سنه، ما قالش كل شهر، لان احنا معرضين واحنا على الهواء مباشره دلوقتي، ممكن حد يحسدنا، ممكن حد يحسدك، ممكن حد، فده احنا معرضين 24 ساعه. فلازم ان احنا دايما نحصن نفسنا بالاذكار والتسبيح، وندعي ربنا انه يرحمنا ويغفر لنا ويطلعنا يا رب كمان من المحنه اللي احنا فيها دي. امين يا رب. يا رب. طيب يا دكتور، دلوقتي حكايه النصب في الدجل وتذهب البنت للدجال عشان المشكله دي، حلها طيب. ايه؟ طيب اولا مجرد ما البنت يحصلها اي اعراض من الاعراض دي في ثانيه تجري على الشيوخ. لا بالزبط. اولا اجري على الطب الاول، اجري شوفي في سبب طبي. طيب كل الطب قال لك شكرا، انت ما عندكيش حاجه طبيه ومع ذلك عندك مشكله روحانيه، لسه المشكله قائمه رغم ان الطب قال سليمه. طيب بنشوف واحد راقي شرعي متاكدين منه، مش مجرد ما اي حد يقول لك انا اعرف شيخ، انا فلان اتعالج عند شيخ. حتى لو اتعالج عند شيخ، ما ممكن الشيخ ده يكون نصاب ويكون ساحر، ممكن مليون حاجه. فانت ما تجريش على الشيوخ، شوف واحد يكون سمته طيب، راقي، ما بيرقيش غير قران فقط، ما يقولكش اسمك ايه، اسم امك ايه، اسم ابوك ايه، صورتك، عايز حاجه من قطرك، كل الامور دي اعرف انك داخله في سكه غلط. تمام، فلازم نتفاداها، لازم نطلع منها، ومش مجرد ما يحصل لنا اي اعراض نجري على الشيوخ، لا، نجري على الطب الاول ثم بعد ذلك انت ارقي على نفسك او شغلي الرقيه الشرعيه في ودانك. لقيتي في تاثيرات غريبه هتحصل لك او في حاجه غريبه بتحصل في جسمك، يبقى نشوف واحد متخصص فعلا مشهور عنه او مسموع عنه انه راقي محترم، مش ان انا اجري على طول لاي دجال واقع في سكه الدجالين. طب موضوع النصابين بقى، النصاب بيكون ذكي جدا ويقدر يلعب على استعطاف الواحده. الواحده وهي رايحه منهاره او خايفه بتحكي وبتقع باسرار هي مش منتبهه ليها، الدجال قاعد ومنصت لكل كلمه هي بتقولها، فيقدر ياخد منها بعض المقتطفات، يقول لها هو زوجك دايما بيتخنق منك، وانت لسه قايله من شويه انا زوجي بيتخنق مني. فتقول له ايوه يا عم الشيخ صح، يبدا يقع هو في الحتت اللي هي وقعت فيها، يمسكها ومن هنا تقع المصيده وتيجي تحت ايديه بكل سهوله، سواء ينصب عليها بفلوس، سواء ينصب عليها انه يعتدي عليها، سواء انه يجيبها بايا كان بالطريقه اللي هو عايز يوصل لها. تمام. بالنسبه للحاجات الغريبه اللي بتحصل في الجسم، بيحصل لك بتتكتفي بالليل، حاجات غريبه صعبه جدا، هنتكلم في نقطه تانية، الجن العاشق، هنبدا بالجاسوم. نبدا بالجاسوم. تمام. اولا الجاسوم 5% على مستوى كوكب الارض بيحصل لهم الجاسوم بشكل مستمر، ده حسب دراسات. تمام. موجوده بره مصر وفي مصر. حصلت لي كذا مره. فالجاسوم 5% بيحصل بشكل دائم على مستوى العالم. تمام. و60% منه حصلت لسكان كوكب الارض جميعا، ولو حصل لواحد مره واحده في حياته. اللي هو ايه الجاسوم ده؟ هو عباره عن اسمه التشخيص النفسي ليه الدكاتره النفسيين قالوا ان هو شلل النوم، اللي هو استيقاظ العقل غير باقي الجسد، يعني العقل بيصحى ولكن الجسم لسه في حاله الخمول بتاعه، فالانسان بيعيش لحظات رعب مميته بتبدا من 5 ثواني الى 30 ثانيه، وبيبقى فعلا انسان عايش في كابوس حي، هو صاحي سامع اهله، شايف الاضاءه بتاعت غرفته، وبينادي شايف الاوضه وبينادي، ولكن لسانه كمان مربوط. تمام. فده الفزع، ان الانسان يحس انه جسمه متكتف وحريته مكبوته وبينده جوه قلبه وجوه دماغه ومش قادر ينطق، حاجه مفزعه طبعا. طب وقتها يا دكتور بقى لما بنحس انا لما حصلت لي مره او اتنين بفضل اقرا قران وبرده بيكون التكتيف. اولا الجاسوم بيحصل بشقين، شق نفسي وشق روحاني. طيب. خلينا نبدا بالشق النفسي. شق النفسي لو انا كنت دايما نومي منتظم وبنام، بصحى بالنهار وبنام بالليل زي اي حد عادي، فجاه قلبت يومي بقيت بشتغل بالليل وبنام بالنهار، فقلبان الشغل بتاعي ده ولبت حياتي ده بيأثر على جسمي وبيحصل ليا اللي هو الإرهاق في شأنه، أو تعاطي المخدرات أو الإدمان أو الأمور المخدرة أو المنومة أو المهدئات، كل دي بتسبب الجاسوم. الأرق، اختلافي في النظام اليومي الحياتي بتاعي، كل ده بيسبب الجاسوم. ده في الأمور النفسية. في الأمور الروحانية، عدم الانتظام بالصلاة، سماع الأغاني، وقوف البنات قدام المراية بفترة طويلة جداً، تنظر لمحاسنها ومفاتنها، تشوف اللبس بتاع، اقفي اعملي كل ده. دخلنا في النقطة التانية. تمام، اقفي، ما هنطلع من الشق ده على الجن العاشق بسبب النقطة دي. ما هو بص، الجاسوم منه في الروحاني هنطلع منه على الشق الجن العاشق، ان هو لما تقفي قدام المراية كتير، اقفي 3 دقايق 5 دقايق، لكن انا اعرف ناس معرفة شخصية بيقفوا 2 و3 ساعات قدام المراية واكتر من كده، فدي غير ان هي بتنظر لنفسها بشهوة، غير ان هي ممكن لو ما نظرتش لنفسها في شيطان بيراقبك،
النبي علمنا ان احنا لما نيجي نلبس هدومنا او نقلعها لازم نسمي الله عشان اعين الجن ما تطلعش علينا، ولما بندخل الحمام بنقول اعوذ بك من الخبث والخبائث اللي هم ذكور الانس ذكور الجن واناث الجن. دي نقطة ثالثة خالص. تمام، كلهم مربوطين ببعض. شوف انت هتطلع من شك على شك الله. على شك لو الجاسوم طلعنا منه على الجن العاشق، على الجن العاشق على دخولك للحمام. تمام. فكل ده لافت ان في جن براقبنا احنا مش شايفينه وهو شايفنا. أيوه. فمطلع علينا. فلما انا بقى اكون جسمي ده ما فيهوش اي طاقه روحانيه من الاذكار من الصلاه من التحصين، بعمل كل الامور اللي تجذب ليا الطاقه السلبيه من سماع اغاني من هنا من هنا من هنا، كل الامور دي بتجذب ليا الطاقه الشيطانيه، فانا بفتح له الباب على مصراعيه انه يقدر يمسني انه يقدر يكتفني، ونوصل لحاله الجاسوم اللي هي مش نفسيه ده هي روحانيه بسبب اللي انا عملته في يومي من عدم الاذكار والتحصين. تمام. طب بعض الاذكار يا دكتور ايه هي الاذكار اللي نقدر نعملها؟ انا اسمع ان ممكن نقرا على ميه، نقرا اذكار معينه او ايات. طيب. معينه على انا مية. لو بشتكي من في حبوب بتخرج في جسمي او تمام. في تساقط شعر او في خرابيش او في علامات في الجسم نفسه، الجسم بيتغذى على الماء. تمام. فاحنا هنشربه الميه بس مقروء عليها، او نحط عليها بعض العطريات من زيت الورد يتقرا عليها وتتشرب. ده الجسم بتاعك بيمتص الطاقه الحيويه اللي مقروء عليها في الميه دي الايات القرانيه. تمام. فجسمك يتغذى على الطاقه الروحانيه وفي نفس الوقت يتغذى على الميه ويقدر انه يشيل منك المس ده. تمام. يا دكتور حكايه الحمام صعبه جدا، يعني بيقولوا ساعات ان حد بيدخل الحمام بيتلبس فعلا، بيعمل حاجات معينه. بص، الامور اللي توصل لللبس او نخش في حاجات الاكشن بقى، اللي هو لو الانسان وقع اتزحلقت في الحمام وصرخت او بتغني في الحمام او بترقص في الحمام، ثلاث ارباع الحالات اللي بيجوا لي ستات وبنات، انا 90% اللي بيروح للمجال دوت هم البنات. تمام. 10% ده انا لما بيجي لي كل 1000 حاله راجل اقول يا الحمد لله على الاخيره شفت راجل. من عدد كل الستات اغلبيتهم اللي هي كبت ميه في الحمام ميه سخنه. تمام. بشكل عشوائي بدون ما تذكر اسم الله بره قبل ما تدخل الحمام، بتغني في الحمام ده خلاها جن عاشق، بترقص في الحمام ده خلاها جن عاشق. 90% من البنات متدمرين بوجودهم قدام المرايه وفي الحمام. تمام. فلازم نتفادى ان احنا نقف قدام المرايه فتره طويله او ان احنا نغني ونرقص في الحمام. احنا في شيطان جني ذكر بيشوف حضرتك، فما ينفعش انك تطلعي نفسك عليه. انت طب اعملي الحمايه بتاعتك اللي هو اذكري اسم الله قبل ما تدخلي الحمام، اذكري اسم الله على جسمك عشان مش يطلع عليك، واعملي اللي انت عايزاه. لكن تنسي كل الامور دي وتيجي تشتكي بعد كده انا بيحصل لي تساقط، انا بيحصل لي مشاكل، انا في جن بيعتدي عليا في المنام، انا انا انا. طب ما انت كنت السبب في البدايه، حصني نفسك الاول. تمام. دلوقتي اصحى اكتر حد صاحب حمله حوالين العالم هو الدكتور احمد جابر، تنظيف المقابر. كان معاك عدد قد ايه وكل محافظه قد ايه وتعبت فيها فعلا؟ احنا شفناها على الفيسبوك انتشرت جدا حوالين العالم. حضرتك رحت السعوديه وراح دبي والامارات وقطر. تمام. وهنا في وانعملت في الجزائر وانعملت في الاردن، ورايح كمان بفضل الله تعالى ان انا اعملها في امريكا ان شاء الله باذن الله عز وجل. وخلينا في مبدئيا في مصر، حضرتك محافظات بدات بمحافظه ايه؟ اول ما بدات في الشرقيه كانت في منيا القمح. تمام. اول ما بدات طبعا انا يعني كنت بداها الاول لوحدي في 2012 2013. تمام. لو باخد 2-3 وادخل جوه المقابر، وطبعا هنشيل الرهبات. انا شايفه الصوره 20 فرد او 30 فرد. ما دي بعد ما الحمله سمعت. ايوه. اما انا كنت الاول بدخل فرد لوحدي. ما شاء الله. بدا بعد كده ان انا لما بدات اعرض على السوشيال ميديا بدا شباب يقولوا احنا عايزين نتطوع معاك. أيوة. عايزين نشارك في الخير دوت. فبدا 2-3-4-5-6 بدات الحمله في يوم وليله. انا كنت بعرض كل الصور على السوشيال ميديا، كان الكلام ده في 2015. تمام. انا نمت بالليل تاني يوم بقيت ترند على مستوى كل السوشيال ميديا كله دكتور احمد جابر محافظه. أيوة. الشرقيه عامل حمله تنظيف المقابر. لقيت الترند قلب العالم كله مش مصر بس، ان كل الصفحات منزله اللي انا كنت عمال اطلع فيه بقالي 3 سنين وما كانش بيجيب الا 2 لايك او 3 لايك. أيوة. فجاه يعني في فيديوهات عندي جايبه 20 مليون مشاهده، وفي فيديوهات عندي جايبه ملايين المشاهدات. على اي فيديو بصراحه انزله على حمله تنظيف المقابر بيعدي الملايين. انا شفت ان الدكتور بيلاقي يا بنات صور بنات وشباب مكتوب عليها حاجات غريبه كده. طبعا. ولقيت حاجات شعر ولقيت حاجات غريبه كده. اكتر شيء انا عايز اوصي بقى البنات بيها ان هو يتفادوا ملابسهم داخليه، انه ما حدش يطلع عليها مهما كان قرابته. تمام. صديقه ليكي او قريبه،
ومفيش حاجه احنا كان في عاداتنا اللي احنا نشأنا بيها من صغري ان احنا كان لما انا بلبس قميص زي كده مثلا وبقى ضيق عليا فاقلعه واديه لابن اختي او اديه لابن عمي او اديه فستانك ضاق عليكي طب ما اديه لصاحبتي اكبر كارثه. تمام لانك انت مش عارفه اللي انت اديتيه له حاجتك دي نفسه ايه من ناحيتك، او هو لو كان يحمل ليكي حقد او حسد في حد ذاته لو لبس طاقتك هيأثر عليكي. ده لو بقى خد عام لو لبسك بقى وراح عامل عليه عمل ده كارثه ثانيه خالص. فنتفاداها. الشعر بتاعنا نحاول ان احنا ما نحطوش في متناول ايدي اي حد غريب او قريب ممكن يدخل. حضرتك لما حد بيجي لي في عاده فرعونيه قديمه جدا لما حد بيقص شعر عندي انا ما برضيش ارميه في الباسكت نهائيا، بقول لها خدي ارميه زي الفراعنه في البحر في ميه عشان ما يتولعش فيه او يتعمل بيه عمل او صح. حاجه صح. عمري 6 سنين في البيوت سنتر عندي ما برميش شعر، بديهولها في ايدها والعملاء شاهدين على النقطه دي. هو بخاف عليهم من العملات، بخاف يتحرق. ده كلام صحيح، لازم ان احنا نعمل امور الوقايه عشان ما نجيش بعد كده نصاب بالمرض ونشتكي. من ايام الفراعنه العاده دي. هي دي عاده انا لسه ما اعرفها من حضرتك. لا هتعرف مني كتير بقى. ربنا يرضيك ويسعدك. الله يخليك. دلوقتي يا دكتور احنا دخلنا في نقطه مهمه جدا رابعه، الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. دلوقتي اللي احنا فيه طاقه سلبيه حصنا كل الدنيا، المفروض التحصين يبقى من الطاقه الايجابيه. اولا ما بيصيبش الانسان اللي ربنا كاتبه. اكيد. يعني مش هيصيب اللي ربنا كاتبه لنا، ومش هنموت الا موته واحده يا بنات. انا عايزه اقول لكم نقطه مهمه، مصر هي الامان. انت في مصر ما تخافيش لان البلد الوحيده على مستوى العالم اللي متحصنه، ربنا هو اللي حصنها مش حد تاني. بيقول لك ادخلي مصر امنين. انت انا اخاف على المصري بره مصر، طول ما انت عايشه في مصر في حصانه. سيدنا يوسف في 7 سنين حصل فيه جوع، صح يا دكتور؟ ايوه تمام. والارض جفت وكان في مصر، بعدها حصل فرق كبير. فضل الله. حصني نفسك باللي انت تقعدي في بيتك، ما تخافيش طول ما انت في مصر ما تخافيش. كلمه اخيره من الدكتور احمد جبري. نصيحتي للبنات، كل الامور اللي احنا اتكلمنا فيها دي انا هختصرها ان احنا لازم البنت ما تقفش قدام المرايه فتره طويله، ملابسك ما تديهاش لقرايبك، معلش يعني مش ضررها هيكون اكتر من نفعها بكتير. فانا قلت النقطه دي لان هم كمان ممكن بعد ما يضيق عليهم يدوم لحد تاني، فاحنا كده دخلنا في سكك كلها غلط. فدي نتفاداها، دي نصيحتي. اللي عايز ياخد بيها ياخد بيها، واللي مش ياخد بيها دي براحته. ما نغنيش في الحمام، ما نرقصش في الحمام. ما نقفش قدام المرايه كتير. الشعر بتاعنا نحاول ان احنا نرميه في مكان احنا بنفسنا، مش يكون في متناول ايد الناس. في بنات بتصور نفسها وهي بترقص قدام المرايه، كارثه كارثه. كل ده النبي نهانا عنه، كل ده النبي نهانا عنه. ان احنا لازم، ده احنا لو بنقلع لازم نسمي، لو بنلبس نسمي عشان اعين الجن ما تطلعش علينا. لكن فين البنات اصلا من الصلاه؟ فين من الاذكار؟ فين من الحجاب؟ فين 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 فين؟ وتيجي بعد كده تقول اشمعنى انا اتصبت؟ لا، انت ومليون غيرك اتصبتوا. تمام. يعني على مستوى العالم كله، انا بعالج حالات بره مصر على مستوى العالم، الدول الاوروبيه وجوه مصر، كلهم سيدات وبنات. يعني مش انت مصر بس، نقول اللبس موجود في مصر بس، لا، موجود في كل دول العالم، في جميع دول العالم، أوروبية وعندنا احنا في مصر. متشكرة لحضرتك جدا يا دكتور، نورت الحلقة. شكرا لله. منورنا، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله استنونا وتابعونا. كل وصفات البنات تخص البشرة والشعر، حلقات مباشر، وصفات هتتبسطوا بيها. تابعونا على الفيسبوك نيرفانا كاستر، وجروب حكاوي بنات. ميرسي قوي ليكم وشرفتونا. باي باي. شرفت يا دكتور. الله يخليك.